الفكره اللي جايه يا مستر ان يكون الادنتس كلهم ميكسد نمبرز. زي ايه؟ لما اجي اقول لك هنا 3 اند 2 7 بلس 1 اند 3 7 هذا يا مستر نفس الفكره. انا هناخد هجمع الهول من كل واحد. الهول مع الهول والميكس والفراكشن مع الفراكشن وبعد كده احولهم ميكسد. هتبدا تقول لي هنا مستر ايه 3 وهنا عندي ايه 1. 3 بلس 1 كام؟ 4 بلس فراكشن بار، اكتب ال 7 في الدينومينيتور، ابدا هات السم للنيميريتور. 2 بلس 3 كام؟ 2 بلس 3 5. يبقى انا مستر 5 7. طب اسال نفسي ال 5 7 دي نوعها ايه؟ لا ده بروبر. بروبر اه حضرتك تبدا ان انت تكتبهم الاثنين جنب بعض يبقى 4 اند 5 7 وخلصت مثلا. سهل يا مستر. سهل. طب حل واحده يلا بسرعه. يقول لك هنا مستر 3 and 3 tenths plus 4 and 1 tenths. 3 and 3 tenths plus 4 and 1 tenths. نفس الفكرة الهول مع الهول و مستر لو جيت قلت لك هنا مستر 3 and 6 eighths plus 1 and 5 eighths وطلبت من حضرتك ان انت تجيب السم للتو ميكسد نمبرز اللي عندنا. طبعا يا مستر هنشتغل نفس شغلنا، هاخد الهول مع الهول، هتبدا تقول معايا 3 بلس مستر بس هتطلع اكبر من الدرمينيت. جميل. اسمع بقى عشان هتعرف هتعمل ايه. مستر هنبدا اول حاجه انا هعمل هنا بلس وابدا اجمع الهول مع الهول، هتبدا تقول 3 بلس 1 ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. مستر الفراكشن مع الفراكشن ادي الدينومينيتور بتاعنا، فهنبدا نجيب السم للدينومينيتور للنيوميريتورز اللي 11 عندنا، هتبدا تقول 6 بلس 5 ايكوالز 11. فانا هنا حضرتك هتبدا تكتب ال 11 في النيوميريتور. اسال نفسك بقى ما تستعجلش وتقوم قايل لي 4 اند 11 8 غلط، مش هتلاقيها حضرتك هنا. انت لما تيجي تبص للاجابه اللي عندك هتلاقي ان الفراكشن ده امبروبر. لا تعالى لي على جنب وعلمه الادب، هات ال 11 اوفر 8 وحولها لميكس، علمها الادب يا جميل. انزل تحت بال 8، 8 تايمز كام يدينا اقرب حاجه لل 11؟ 8 تايمز كام مستر؟ هتقول لي 1. مستر 8 تايمز 1 8 بلس كام تدينا 11؟ افتر 8 9 10 11 3. يبقى النمرتر هنا الريميندر 3. طب يا مستر هنعمل ايه بعد ما انا عملت الكونفيرت؟ حبيب قلبي حضرتك هتروح تشيل ده وتكتبه بصورته الثانيه. يبقى انا هكتبه بصوره الميكسد نمبر اللي هي 1 اند 3 8 وال 4 اللي في الاول دي هتنزل خلاص، دي 4 هول ما فيش مشكله، وابدا اجيب السم. وخلي بالك بقى في الحاله الاخيره دي انا بجمع الهول مع الهول. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا هبدا اقول انا معايا 4 هولز بلس مستر 1 3 هول. اوفر 8 وال5 اه ال5 يبقى وال3 اوفر 8 5 جميل، يبقى هنا اند 5 3 8 and 3 8. سؤال كمان بس مستر انا مش استاذنك فاهم. انا هقفل المايك على كله، اسمعني بقى هعيدها تاني هعيدها تاني مستر. احنا زودنا خطوه واحده بس، بعد اذنك ركز معايا، ماشي يا مستر. اللي ما فهمهاش يسمع معايا تاني. حبايب قلبي جاب لك تو ميكسد نمبرز وطلب من حضرتك ان انت تجيب السم ليهم، هتبدا تجيب السم ازاي؟ الهول مع الهول والفراكشن مع الفراكشن، مفيش مشكله في دي. هتبدا تقول 3 بلس 1 4 ادي ال 4، والفراكشن مع الفراكشن هتقول لي 6 6 8 مع ال 5 8 طلعت 11 8. مستر ده امبروبر فراكشن. امبروبر يا حبيب قلبي حضرتك ما تقدرش ان انت تكتبه في الميكسد، احنا اجابتنا في الاخر بتبقى ميكسد. تعودنا بدل في هول يبقى انا اجابتي ميكسد في الاديشن. طب يا مستر اعمل ايه؟ انا عايز اكتب الاجابه بتاعتي. حضرتك تاخد 11 8 على جنب وتعمل لها كونفرت انتو ميكسد. قلت لك اول ما تلاقي امبروبر حوله الميكسد. حولناه الميكسد خلاص، عملت كونفرت انتو ميكسد. طب هعمل ايه طب بعد كده؟ حضرتك الفور دي ما فيهاش مشكله، الفور دي هتنزل زي ما هي ما فيهاش مشكله، المشكله عندي كانت في الامبروبر. خلاص انا هشيل الامبروبر ده وهحط مكانه كام؟ هتحط مكانه الكونفرت اللي انت طلعتها.
انت طلعت كام؟ 1 and 3 8. يبقى انا هكتب هنا 1 and 3 8. طب يا مستر اعمل ايه بعد كده؟ حضرتك هتجيب السم للهولز اللي عندك، ما انا طلعت الهول اللي في الامبروفر هزوده على الهول اللي موجود عندي. انا هنا كان عندي 4 وانا طلعت له 1 دلوقتي، 4 بلس 1 هتطلع لك 5 وال3 8 تطلع. مستر انا مش فاهمه. حبايب قلبي هنا هنبدأ نجيب السم، رايح ادور على الهولز عشان اجيب السم بتاعتهم، ما تلاقيتش عندي الا 4 واحده بس. طب هعمل ايه يا مستر؟ حضرتك هتبدأ تكتب الفور الهول دي بلس، وتبدأ تجيب السم للفراكشن. حضرتك هتكتب الدينومينيتور وهتجيب السم للنيميريتورز، هتلاقي 7 بلس 5 هتطلع ايكوالز كام؟ ايكوالز 12 يا مستر. طب حبيب قلبي انا ببص على التايب بتاع الفراكشن اللي عندي تلاقيته امبروفد، وده على جنب وعلمه الادب. هتبدا تقول ال 12 اوفر ال 8 اعمل لها كونفرت انتو ميكسد، اول ما الاقي امبروفر هشيله واحط مكانه الميكسد بتاعه. طب الميكسد كام يا مستر؟ انك هتبدا تكتب ال 8 وتسال نفسك 8 تايمز كام اقرب حاجه لل 12، هتقول لي 1. طب حضرتك ال 8 لما توصل لل 12 هتمشي كام خطوه او الريميندر كام؟ هتقول لي 4. مستر الفور دي هتنزل زي ما هي ما فيهاش مشكله، والبلس انا نازل هتنزل نص زي ما كام هي بس، ما فيهاش مشكله. ال 12 8 بقى هشيلها واحط انا نازل قيمتها نص الميكسد. النمبر بتاعهم. الميكسد بتاعها. طب الميكسد بتاعها بكام؟ 1 and 4 8. مستر هات السم الاخير للهولز، هتبدا تقول 4 بلس 1 equals 5 and 4 8. في البدايه يا مستر هنبدا ناخد الهول مع الهول، هنبدا نقول 3 بلس 1 ايكوال 4 بلس وفراكشن 2 بلس 2 4 اوفر كام؟ 3. قلت لك يا مستر التايب بتاع الفراكشن اللي طلع لك ده امبروفر، خده على جنب وعلمه الادب، مش عايزينه هنا خلاص ده وحش. هنبدا نقول ان 4 اوفر 3 كونفرت انتو ماكس، ادي 3، 3 تايمز كام؟ يدينا 4. حضرتك هتقول لي 3 تايمز 1، 3 تايمز 1 ب 3 للسنه كام عشان يبقى 4؟ للسنه 1. هنبدا نشيل يا مستر ال 4 اوفر 3 ونكتب 1 اند 3 بلس ال 4. حضرتك تجيب السم يا كاد، تبدا تقول 4 بلس 1 ايكوالز 5 اند 3 بس، ده الكلام اللي فيها مفيش حاجه.